صباح الخير، السلام عليكم. اخوي نزار الشحاري، بس عليك. نبدأ. اول حاجه، بقي قلت لك بروبليم في الويب توانيكس ام ال اترافير نتبينز. نتبينز ينجم يجنيري لك يعني اوتوماتيكمون في شي ويب اكس ام ال من غير ما تعمل انتجراسيون، من غير ما تكسر راسك. دونك تو سامبلمون لازم تختار اونتر دو بروجي. فما جافا ويب، تختار ويب ابليكيشن، ولا فما جافا دوزي انتربريز ابليكيشن. هما يعني تقريبا يشبه بعضهم. يعني هذه بوغ باش تعمل ديز ابليكاسيون ويب، هذه باش تعمل بيها ديز ابليكاسيون انتربريز. احنا حاجتنا اون ابليكاسيون ويب، دونك نختارو ان بروجي دو تيب ابليكاسيون ويب. شو عملت انت؟ عملت مشيت لنا وعملت نيو بروجكت، والا فايل نيو بروجكت، اخترت جافا ويب، بعد ويب ابلكيشن، نيكست، اختار النوع. اكزامبل هلو وورد مثلا، بعد نعمل نيكست. نيكست بعد لنا هذه تريز امبورتون، ان نت بينز يوفر لك نتي دو يخليك تختار فريم ورك اللي تستعمل، كما سبرينج وول، ام في سي، جافا سيرفر فيسز، ستراتس، كوبرنيت. احنا باش نخدمو بالجافا سيرفر فيسز، دونك نختارو جافا سيرفر فيسز. لان حاجة باهية في النت بينز، كي تصبو يصب مع الجلاسيش. الحاجة الباهية الاخرى زادا في الجلاسيش اللي فيه ديجا جي اس اف 2.0، سي لا دارنيير فيرسيون جا موجودة من غير ما انتي تاجوتي واحدة جديدة، لبرج جديد. هكا نعمل فينيش. صحيح، كيما نشوفو لو بروجي ديجا كريي، عمل لي ديجا اون باج، عمل لي كرياسيون نتاع باج اسمها index.xhtml اللي هي باج جي اس اف كيما لاحظت لنا هذايا اسباس نون هذايا اللي هي باج جي اس اف. دونك شو هذه؟ فيها باليز هيد هيد وباليز اتش تي ام ال هيدر والبادي. البادي فيه هالو فروم سيرفلت، لان السورس باكيج هذه فارغ. ليبراري لنا باش نقرا فيها جي دي كي، باش نقرا فيها السيرفر جلاسيش نتاعي. من بعد نجم نجوت دي بيبليوتيك لنا في البقعه دي. بالنسبة للويب اكس اتش تي ام ال، باش ندخل الكونفيغوريشن فايلز، باش نلقاو لنا الويب بوان اكس ام ال اللي جينيري ديجا اوتوماتيكمون. فوالا، هذه هي الويب بوان اكس ام ال، دونك اللي جينيري اوتوماتيكمون. لو بروجي زاد كيف كيف نورمالمون يمشي سون اوكان بروبليم. حبيت يعني نوريك حاجة لنا هذه كي تراني البروجي الاوت بوت هذه مش في شي لك، لان يعني يعني السيرفر جلاسيش كي يبدا يراني مش يبدا في شي لك دي لوغ كي سماع. يعني اذا كان صارت اي ايرور ولا حاجه فهمت ما فهمتش، تراجع اللوغ هذه وتشوف الايرور شنو كان. فهمت اترافير اللوغ تحاول تصلحها، سينو تكوبي اللوغ هذاك وتبوستي على ان فوروم وينجموا يجاوبوك. سي تريز امبورطون الحكايه هذيا باش ينجموا يعاونوك، خاطر اترافير اللوغ هذيك نعرفوا شنو هو الايرور وكيفاش تتصلح. لا تو نجربوا نرانيو لو بروجي نتاعنا، نورمالمون نمشي فما حتى مشكل. نكليكيو لنا على ران، ولا نجم نمشي لنا ونكليك عليها بالدروات في شي اندكس بوينت، كليكي ران فايل. فوالا تختم سان اوكان بروبليم. نرجع لنا للنت بينز، لنا فما حاجة أخرى. توا أني نجم نستعمل نجم نستعمل لك جي اس اف. علاش؟ على خاطر ديجا لنا في وسط سيرفر جلاس فيش فما جار نتاع جي اس اف، هكا علاش نبكيلك جينا في الشوا لقينا جي اس اف ديجا حاضر، اللي هي فيرسون 2.0 لا دارنيير فيرسون.
يقول قايتو كيفاش نجوتي اكل دي كومبوزون جي اس اف برايم بيس كيفاش سهيله برشا. اول حاجه نمشي للسيت اوفيسيال نتاع برايم بيسس ندخل برايم بيسس نمشي داونلود ولنا عندي لي ديفيرون فيرسيون ديفيرونت فيرسيون نتاع البرايم بيس. انا اخترت تريشارجيت لا ديرنيير فيرسيون 3.3.1.jar تريشارجيتها ثبتها عندي في البيرو تريشارجي بتبيع البيناري هذه اللي مش تستعملها نجم تستعملها في وسط البروجي والسورس هذه سي تحب هذه فيها الكود سورس نتاع الجار هذه يعني تنجم تعمل دي موديفيكاسيون ومن بعد الموديفيكاسيون كيما تحب انت. هذه البند اللي مشتقة فيها نورمالمون لي دو باينري والسورس هذه اول حاجة نعملوها ان نتشارجيو لو فيشي بونجار فيشي بونجار. ثاني حاجة نعملوها نمشيو للديفلوبمون منو ديفلوبمون جيتينغ ستارتد باش يعطينا نيم سبيس سلام النوم دو سباس هذايا نكوبيوه هذا باش نستعملوه باش نعمل ابيل للبيبليوتيك نتاعنا في وسط البروجي نتاعنا. نرجعو البروجي نتاعنا نجيو لنا في الهيد في ال HTML نعمل بالي في HTML جوست نكوليها بعد نجيو لنا بيبليوتيك كليكي بالدروات added library باش نعمل library جديدة لنا معناش البرايم فيسز دونك باش نعمل اون نوفيل بيبليوتيك نعمل create سميها نخليها my library class library اوكي نحل فلتر جديدة لنا في الكلاس باث باش نعمل باش نعيط للفيشي بونجار نتاعي اللي هي موجودة على البيرو هنا نجمع بينز ادد شار بيرو برايم فيسز 3.1.jar انا حطيتها في البيرو تجب تحطها وين تحب انت اوكي لاحظوا لنا تزادت الليبراري نتاعنا هاي ماي ليبراري نعمل ادد ليبراري اسمع لاحظوا لنا زادت البيبليوتيك ولنا حسب ما نلاحظ من بكري كانت حمراء تو ولات صفراء صفراء يعني ستان افرتيسمون يقول لك ان يوزد ليبراري ديكلاريشن يعني البيبليوتيك هذه اللي انت ديكلاريتها ني با يوتيليزي دون البروجي دونك كيفاش نجمو نستعملوها نجمو باش نسهل على رواحنا ما نعرفوش مليح البرايم فيسز دونك تو سامبلومون نرجعو للسيت اوفيسيال نتاع البرايم فيسز نمشي لنا ديمو شوكيز لابس نختار يعني كومبوزون مي ماهو استاتيك يعني ما عندوش علاقة بال باز دو دوني باغ اكزومبل نختارو بوتون باغ اكزومبل بوتون عادي يعني كيما كيما ما عندوش علاقة يعني فيه جوست دو كود جي اس اف سي تو كوبي نمشي لنا فيو بلاين باش تحل الكود كنترول ا كوبي ونجي لنا فسخ هي نكوبي فيها الكود نتاعي طلع لي دي زيرور لنا عند الحق على خاطر نيم سبيس هذايا مش موجود الاف اف سي تان بريفيكس مش موجود لاحظ ما فماش بريفيكس اف لنا مش موجود دونك تو سامبلومون نكليكي على هي ونزيد ادد اف اتش تي تي بي نيم سبيس هذايا هي ديجا موجودة هذيك الكيب في وسط الكلاس فيش بيبليوتيك بيبليوتيك هذيك جافا سان كوم جي اس اف كور سي بون نورمالمون تو كل شيء مريك لاحظوا لنا احنا نعمل في الاكزيكيسيون اكسيتيرا في الاجو وكل لنا الكلاس فيش قاعد يخدم ويران دونك فما دي لوغ هذا هو اللوغ اللي حكيت عليهم سي تطلع اي رير نجم
من بعد كده بوست الكيستيون بتاعك بوست الفورم. طبعا نورمالمون كل شيء امريكي، نورمالمون مش شاف يشيلي كيما هكاك بالضبط. باش ننظم الكود نتاعي من داخل بعض نكليك دروات لان بوست الباج، بعد نكليكي فورمان كود يولي بيان اورجانيز، نسجل من بعد الراني استنى الريزولتا. قال لي ان جافا لونج نيل بوينتر اكسبشن، دونك هنا اكيد فما بروبليم. بارك لنا باش ما خد طلعت لنا ايرور، باش نبداو من الاول ان اكزامبل سامبل وكل شيء. باش نستعمل انا تر كومبوزون بلو سامبل فهمي باش تطلع لنا شي ايرور، يعني جست باش نعلم كيفاش نوري كيفاش يعني تستعمل البيبليوتيك برانفيس. باش نفسق دونك باش نختار انا تر كومبوزون اللي هو نتاع تول بار، نرجع لنا سيت اوفيسيال نتاع براكتس، نمشي لنا كليك تول بار ولا تول بار هذا هو كيما كيكا فيو بلان كنترول ا كنترول سي جي فاست بادي ونكولي فورما باش ننظم لنا هنا طلع لي ايرور هنا كي نمشي نشوفوه. الغلطة انه فما باليز هذه بي دو بوان كرول ماشي مسكر، يعني بعد ساعات نجم تلقى ديفولت في الكود هو بيدو يعني تاع سيت اوفيسيال برانشيس. سكروا الباليز هذيك فورما نظم الكود مور 10/10 بعد الراني على روحي عادي سي بون. هذه الكرول باش تعمل لك دي نوتيفيكاسيون كيما هكاك فهمت. فوالا هذا هو التول بار نتاعي. من بعد نجم اترافير تنجم ترجع الدوكيومونتاسيون سي تحب تعمل موديفيكاسيون سي اس اس تصغر باغ اكزومبل باش يطلع لك كيما اللي في السيت اوفيسيال كيما اللي كيما مثلا صغير يعني. هذاك المفيد تاعو تعلم كيفاش تستعمل لي بيبليوتيك برايفيس. من بعد بشوي بشوي تنجم تعمل دي موديفيكاسيون سي اس اس وبدل لي كولور وكل شيء تلقاه في الدوكيومونتاسيون في الدوكيومون بي دي اف تلقاه في السيت ويب. باهي سي بون ان شاء الله تكون واضحه الامور. يعني نذكرك باش شنو عملت من الاول بالضبط، عملت نوفو بروجي دو تيب ويب ابليكيشن فيشي ويب اكس ام ال جينيري اوتوماتيكمون. من بعد كده تيشارجيت بيبليوتيك برانفيس من سيت اوفيسيال حطيت على البيرو تقطع وين تحب انت. بعد كي اجوتيت البيبليوتيك هذيك الليبراري نتاعي، بعد كي كيف من سيت اوفيسيال جبت نو ديسباس هذايا بور فيغ ابيل على البيبليوتيك هذيا كاو. بعد كي اجوتيت ان نوفو كومبوزون و رانيت سي بون. ان شاء الله تكون واضحة الامور والسلام عليكم.